للمزيد حول البورصة المصرية ينضم إلي من القاهرة سيد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية. أستاذ إيهاب أهلا وسهلا بك معنا. السوق المصرية كان لديها ارتفاعات قوية بالفترة الماضية، اليوم كيف ترى هذا الضعف بعض الشيء؟ هل تضعه بإطار جني الأرباح؟ هل تعتقد أنه يجب على السوق أن يصحح من بعض المكاسب الأخيرة؟ ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما نقدرش نقول جني ارباح لان السوق يعني يمكن 4 نقاط فقط المتراجعهم حتى الان، ويمكن حتى امبارح صحيح كان مرتفع في بدايه الجلسه لما حققنا اعلى مستوى سعري لينا منذ مايو 2008 وقرب ال 11600 نقطه. مع نهايه الجلسه السوق اغلق متراجع حوالي 20 نقطه، يعني رقم ضئيل ايضا لو قارناه بنسبه الصعود اللي هي قربت على ال 35% نسبه صعود منذ تحرير سعر الصرف. هنلاقي ان اللي بيحصل ده لا يخرج عن كونه مجرد حركه عرضيه مايله للتراجع نسبيا، لان الارتفاعات الاخيره اللي حصلت في السوق مش ناتجه عن ارتفاعات راجعه للسوق او راجعه للطلب والعرض، ولكنها راجعه لاعاده التسعير طبقا لقيمه العمله الجديده بعد تحريرها. فبطبيعه الحال مش من المنتظر ان يحصل تراجعات حاده كما ينتظر المتعاملين ب 1000 نقطه و 500 نقطه، لا، المتوقع ان السوق ممكن يميل للحركه العرضيه او يبقى في عمليات جني ارباح طفيفه جدا تدفع المؤشر على التراجع بشكل طفيف ثم معاوده الارتفاع تاني، خاصه وان الداعم الاقوى للسوق خلال الفتره اللي فاتت وهو المستثمر الاجنبي اللي قارب على 3 مليار جنيه صافي مشتريات منذ تحرير سعر الصرف ما زال بيدعم السوق وما زال بيدخل للشراء، خاصة وإن السوق ما زال حتى الآن وبعد كل هذه الارتفاعات لم يعوض بشكل كامل كل الأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف اللي خفض الجنيه يوم السعر الاسترشادي بحوالي 60%. سيد إيهاب، حضرتك تتحدث عن الأثر الإيجابي لتعويم العملة، هناك أثر سلبية، يعني صرنا نحن عدة أيام على شاشة العربية نستضيف رجال أعمال من قطاع الصناعة ويشكون خاصة الصناعات التي مثبتة أسعار البيع لديها، مثلا الدواء، الأسمدة، لا يستطيع أن يمرر ارتفاع التكلفة إلى المستهلك النهائي، هو مضطر أن يبيع بسعر محدد، بنفس الوقت ارتفعت عليه فاتورة الاستيراد بشكل قوي جدا، بالإضافة إلى إلغاء الدعم على الغاز والوقود، وهذا أيضا يرفع من تكلفته. هذه الشركات، هناك أكيد شركات مدرجة في السوق تعاني من نفس المشكلة، فاليوم هل أسعارها عملت ريبرايسنج لهذا الواقع الجديد وعندها مشكلة؟ بالطبع هي تنتظر الحل. يعني زي ما حضرتك قلتي طبعا هو في قطاعات مستفيده وقطاعات غير مستفيده كما هو الحال في اي قرار اقتصادي. يعني هي هذا القرار القطاعات الاكثر استفاده منه يمكن هي القطاع المصدرين فقط والبورصه، باعتبار ان الاسهم نوع من السلع المقيمه بهذه العمله المحليه، وبالتالي اي خفض للعمله المحليه من شانه انه يزيد الطلب عليها خاصه من العملات الاخرى، كما هو الحال مثلا في العلاقه اللي ما بين الدولار والذهب. لكن هي مسألة القطاعات المتضررة مما لا شك فيه طبعا، ان قطاع زي قطاع الدواء نتيجة للتسعير اللي موجود ونتيجة لان الدولة كانت بتوفر له الدولار ب 88، النهاردة بقى عنده ازمة كبيرة ان الدولار بقى ب 17 وب 18 في ظل استمرار التسعير من قبل الدولة، وهنا ده دور الدولة بقى ان هي كان لازم يبقى عندها حلول لهذه الازمات والمشاكل قبل ما تقدم على خطوة تحرير سعر الصرف. هي الفكرة كلها ان الدولة كان تركيزها كله منصب على نجاح مفاوضاتها مع الصندوق والقرض اللي كان المفترض ان هو يجي بعد اقرار هذه الاصلاحات، وده اللي حذرنا منه قبلها حتى، ان احنا مش لازم يكون تركيزنا كله منصب على القرض، لان ممكن واحنا بناخد قرار صحيح انه يكون ليه تبعات اقتصاديه صعبه زي ما حضرتك اشرتي كده ان في بعض القطاعات تضررت بالفعل، ومن المتوقع ان يستمر هذا التضرر ما لم تتدخل الدوله وتحل هذه الازمه، وان كان حلها صعب. يعني مساله اعاده تسعير الدواء مثلا دي مساله ممكن تلاقي ضغط مجتمعي شديد خلال الفتره اللي جايه، خاصه وان حتى لما حصل مع خفض الجنيه 14% في مارس الماضي ده لاقى مقاومة شديدة من الشارع، فبالتالي المسألة مش سهلة، وأعتقد إن هي هتحتاج للمزيد من الوقت عشان يقدر السوق يستوعب أو الشارع يستوعب هذه الزيادات الجديدة. شكرا جزيلا لك سيد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية.